صحيح، لأن عندما يتعلق الأمر بمثل هذا النوع من التصريحات اللي فيها الإساءة إلى الشعب المغربي، فهذا يتناقض مع قيم الشعب الجزائري، خصوصا أولئك الذين يحسبون على التيار الديني سواء في الحقل السياسي أو النخبة أو الأئمة، لكن من المفروض على أنهم رغم أنه يوجد فعلا قمع فكري، لكن عندما يتعلق الأمر بالقيم كان عليهم أن يتحركوا أو وإلا فإن يعني ما قاله فإنه ما قاله مهدي غزار هم موافقون عليه. غريب ما يعني هذا الصمت من قبل النخب الجزائرية التي لا تستطيع حتى أن تقول اللهم إن هذا منكر ما يقوم به الإعلام يعني الموالي للنظام، يعني عندما يصل الأمر إلى السب والشتم والقذف الأعراض، هذا يتناقض مع قيم المجتمع الجزائري المبنية على التسامح واحترام الجيران. يعني ما خطب هؤلاء، ما خطب يعني الأئمة، ما خطب الأساتذة الجامعيين، ما خطب السياسيين الذين يتحدثون أو يستغلون الدين لأغراض سياسية، خصوصا بعض الأحزاب السياسية في الجزائر، ما خطبهم فيما قال هذا الرجل الذي ضرب يعني أساء إلى المغرب وأساء إلى الجزائر وأساء إلى قيم الشعب الجزائري. من المفروض الآن يعني ولا يوجد أي مبرر، لا يوجد أي مبرر أن تتكلم النخب الجزائرية وأن تدلي بدلوها وأن تقول لهذا النظام كفى، توقف عن يعني تخصيص المنابر الإعلامية الرسمية، يعني القنوات العمومية، من أجل القذف في أعراض الشعب المغربي. والنظام يبحث ويعمل جاهدا من أجل إخراج صراعه مع المغرب عن إطاره السياسي ونقله إلى الأوساط الشعبية، لأنه نظام فاقد للشرعية الشعبية، لأنه نظام فشل في إقناع الشعب الجزائري بخطابه السياسي، وبالتالي لم يعد أمامهم إلا الانحدار إلى هذا المستوى، إلى استعمال هذه اللغة المنحطة التي أثارت صدمة كما قال الأستاذ مصطفى طوسة في فرنسا. الطبقة السياسية الفرنسية والنخبة الفرنسية مصدومون من ذلك الشخص الذي يحمل الجنسية الفرنسية، خصوصا وأنه يعيش في بلد منفتح، بلد فيه الحريات والديمقراطية، ويدافع عن نظام استبدادي، نظام ديكتاتوري، نظام مصادر لإرادة الشعب الجزائري، ونظام فاقد للقيم والأخلاق التي تمثل الشعب الجزائري.